طب نقول طالما حضرتك فتحت الملف دكتور شاكر، نقول ده هل تناسبنا التجربة الصينية أكتر أو أنهي تجربة؟ أي تجربة نعم ناخدها ونكيفها بما يناسب واقعنا وبمناسب عاداتنا ومعتقداتنا وتراثنا الى اخر واقعنا. الناس ممكن تقول لك هل هو في علاقه ما بين الثقافه والاقتصاد؟ في علاقه ما بين الثقافه والاقتصاد. حاليا في العالم ما فيش انفصال. نعم. الانفصال ده للاسف موجود عندنا. يعني ايه؟ ما فيش الثقافه ما بتكسبش، ينبغي ان تكسب. ينبغي انك تكسب. صحيح، ده مصدر من مصادر ينبغي انك تكسب، مش معناها انك انت هتاخد حقوق الفقراء، لا ده انت هتزود حقوق الفقراء، هتجيب لهم دخل اضافي. يعني انت لما نتكلم عن التجربه الصينيه دي مش هنتكلم عن الاقتصاد والسياسه لان ممكن يبقى فيه اختلافات، لكن التجربه الصينيه فيها المرونه السياسيه. فيها الاراده السياسيه المرنه التي استطاعت ان تطور الرؤيه السياسية والاقتصادية من رؤية اشتراكية أو شيوعية إلى رؤية شبه رأسمالية الآن. ولما بدأت تضع خطط خمسية للنهضة في الصين أضعت الثقافة والفن كجزء من هذه النهضة. وفي نفس الوقت كان في تأكيد أن ما فيش انفصال ما بين تراثنا وما نقوم به، لان تراثنا ده اساسي. هم الصينيين لما نسالهم انتوا ازاي عملتوا النهضه دي في 20 سنه يقولوا احنا ورانا 5000 سنه حضاره، احنا ورانا 7000 سنه حضاره. صحيح. ونقدر نعمل تجربه زي التجربه الصينيه. طيب وبعدين تبتدي تفتح العالم، ينفتح او الصين تنفتح قدام التجارب الغربيه. يعني يجي واحد اسمه جون هوكنز في سنه 2000 يعمل كتاب اسمه اقتصاد الابداع، فالصين تقول له تعالى اتفضل في شنغهاي اقعد ادينا تجربتك، يقعد سنتين ثلاثة. هو اصلا جنسيته هو انجليزي. انجليزي. وعامل كتاب اسمه اقتصاد الابداع، وده مترجم حاليا موجود مترجم في دبي بس موجود في المكتبات المصرية. نعم. فيقولوا له تعالى واشتغل وادينا خبرتك، يديهم خبرته يقعد 3 سنين، وبعدين هم في هذا الاثناء يروحوا انجلترا، لان انجلترا رائده في موضوع اسمه الخرائط الثقافيه. انا ممكن اتكلم في موضوع الخرائط الثقافيه. فيقعد 3 سنين، بعد 3 سنين يعملوا معهد باسم هوكنز عن الاقتصاد الابداعي. ليه؟ لان الابداع هي مش مجرد بكتب روايه او بكتب قصه، انا ممكن اكتب روايه والروايه دي تتحول لفيلم والفيلم ده يجيب مليار زي تايتانيك وزي افاتار وزي افلام كتيره. صحيح. ممكن. فاحنا عندنا كتاب في مصر مبدعون كثيرون، وعندنا كتاب سيناريو، وعندنا مخرجين، وعندنا فنانين، وعندنا الثروه البشريه ده راس المال، راس المال الانساني ده اللي احنا عايزين نشغله ونستفيد منه ونخلق وظائف ونقضي على البطاله ونزود الدخل القومي. صحيح. ويبقى في شعور بالويل بينج، حسن الحال. أي. انت مش هينفع يبقى عندك مثلا ايه يعني اقتصاد غني وشعب مكتئب. أي. لا ما ينفعش يبقى عندك، لازم يبقى فيه احساس بالبهجه والتفاؤل والاقبال. أي. على الاخر. لما يبقى فيه هذه البهجه نقدر نتحاور بشكل ايجابي. فعلى الاقل نبدا نتكلم مع بعض. هاجب. ونشوف بعض، كل واحد يقدم الملف بتاعه. تمام. يقدم يقول تجاربه. احنا مثلا على سبيل المثال الصين عندها المدن الابداعيه، لو مدن الابداع. تمام. هاجي لحضرتك. فضل. لكن هل ده من اللي هتقدمه لو حضرت هذا لو الاجتماع؟ لو حضرت. تمام. بنتصور انه لو حضرت هتقدم مساله التجربه الصينيه. تأكيد. في مساله أنا يعني العلاقه ما بين الثقافه والاقتصاد. أنا رايح اتكلم عنها بس طبعا مش داعي لنفسي ولا حاجه. لا فندم. انا رايحين في مؤتمر الفكر العربي اول. نعم. الشهر. نعم. واعتقد المهندس محمد ابو العين جاي معانا. طب هاي. وهو بيحضر معانا دايما المؤتمر. أنا معرفش وأنا المعلومة. في الجلسة الافتتاحية هتكلم عن التجربة المصرية والتجربة الصينية. أي. وهتكلم بهذه الموضوعات تحديدا ومش بس على مستوى مصر، على مستوى الوطن العربي، ازاي نعمل خرائط ثقافية عربية. طب يعني ايه الخرائط الثقافية؟ الخرائط الثقافية ببساطة احنا عندنا مثلا ايه في القاهرة، في كم متحف كذا. أي. في كم قاعة عرض سينمائي كذا. في كم قاعة عرض تشكيلي كذا. طب مين شغال فيهم؟ فلان وفلان وفلان. طب بيعملوا ايه؟ بيعملوا كذا وكذا. طب امتى؟ كذا وكذا. ده القاهرة، واسكندرية فيها كذا وكذا، الأقصر فيها كذا وكذا. أي. طيب دي نشاطات ثقافية أنا أربطها بالسياحة، أنا جاي للسياح عرب وجاي للسياح أجانب، عايزين يشوفوا مش بس الهرم. أي. يشوفوا الفن المصري، عايزين يشوفوا الفن التشكيلي المصري، عايزين يشوفوا الإبداع المصري بشكل عام. فأنا بربط الثقافة والفن بالسياح. طب والبرمجيات، أنا عندي شباب في مصر
عبقرة في البرمجيات دلوقتي. ده أنا أشغلهم يعملوا مواقع، أديهم دعم بسيط يعملوا مشروعات اقتصادية إبداعية ثقافية صغيرة كده، بس يبقى بيجد ذاته وبيقدم حاجة لمجتمعه. نعم. طيب فإحنا عندنا التجارب دي ونقدر نستفيد بيها.